الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا الآن في واحد المسجد سميتو الإحسان فرانكفورت في ألمانيا، وهكذا المساجد كاع كلها في أوروبا سواء في ألمانيا أو فرنسا أو غيرها تيديروا المكان ديال الأحذية، ها هو تيديروه برا ديال البلاصة ديال المسجد، والناس يحطوا صلبتهم هكاك حيت نجيو للمغرب تنصيب واحد الفئه الدماغ ديالها جاب عند بالها بانها راه تدعي للنظافه، وداروا واحد الخناشي اللي تيديروا فيهم الناس الصبابط، هذاك تيتعتبر ميكروبات تنجمعوهم في هذوك الصبابط في داك الخناشي وتيتنقلوا من واحد لواحد، لان الصباب ديالنا ما عامرين لا بغيوسات ولا حتى شي حاجه، بحكم ان القدرونات اللي هما ما فيهم لا غيس ولا حتى شي حاجه، ولكن اشنو كاين في الصبابط؟ كاينين الميكروبات ما تيبانوش، فحيت ندير انا في هذاك الخنشه والاخر في هذاك الخنشه اللي تتسمى في ذاك الكيس، معنا راه تنجمع انا تمايا ميكروبات، حتى الا بغينا نديروا هذوك الاكياس وداك الشيء غتكون واحد يديرها وتلاح تتسمى جوطابل، اما غادي ندير انا ويدير الاخر ويدير الاخر، هادشي ماشي نظافه، ضد النظافه هذا خصنا نكونوا نحكموا العقل ديالنا وما نكونوش تنتبعوا امعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يكون احدكم امعة، يقول انا مع الناس انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساس، لا، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا تجنبت اساءتهم، طلب الله عز وجل يجعلنا تذكروا هذه الحقيقة هذه ونعملوا بها ونبقاوش غير تقلدوا تقليد الأعمى. والسلام عليكم ورحمة الله.